ما عرفش واش فايت ليك سمع هاد القصة عن أسوأ وأخبث شاعر اللي غادي يألف أخطر كتاب على وجه الأرض. في حلقة اليوم غادي نتكلموا على كتاب العزيف، الكتاب الذي أملاه الجن عن الحضرات. علما أنه ماشي بزاف باش تكلمت لكم على شمس المعارف وقلت لكم بلي أنه أخطر كتاب في العالم، ولكن لقيت أخطر منه واللي كيجي فوق منه. كتاب حلقتنا اليوم ما تحاولوش تقلبوا عليه ولا حتى تقراوه. في حلقة اليوم غادي نعرفوا واش هاد الشي حقيقة أو صنع من الخيال. لنبدأ. هذا الكتاب به سحر أسود. هذا الكتاب هو كتاب حضارات اللي دازت وكانت عايشة من قبل في الأرض بملايين السنين قبل ظهور الإنسان. كيدوي هذا الكتاب على حضارات شيطانية اللي كانت كتسكن الأرض ولا علاقة لها البشرية. كتاب العزيف كيعلمك كيفاش أيضا تتواصل مع هذه المخلوقات عن طريق السحر الأسود. وشوف عندك يقول لك راسك تمشي تقلب عليه أو لا تبغي تقراه كفضول، فما تحاولش، حيتاش أولا القراية ديالو غادي تزعزع عليك الإيمان ديالك إذا ما كنتيش ثابت أو لحتى ثابت. غير هذا القراية ديالو غتأدي بيك للكفر وجنون وممكن كاع للموت بحال صاحب الكتاب. تخيلوا معايا كتاب ممنوع يدخل للدول ومحرم عليك أنك تقراه للخطورة اللي يقدر يلحق ليها، وهذا الشيء ماشي أنا اللي تنقوله ولكن أهل العلم ورجال الدين. فالنسخ ديال هذا الكتاب اللي انتشرت واحد الوقت في العالم وترجمت لمعظم اللغات حرقوها وما بقات إلا نسخة واحدة من هذا الكتاب واللي كاين حاليا في مكتبة الفاتيكان، وتا شي حد ما يقدر يشوفها إلا بتصريح رسمي سري، وهذا دليل على أن هذا الكتاب فايد الخطورة. فتخيلوا معايا حتى من المؤلف ديال هذا الكتاب غادي يموت بطريقة بشعة ومرعبة وبسبب تأليفات اللي نظر فيه، حيت ببساطة هذا الكتاب كيتضمن طلاسيم وأمور كتأذي. فمن باب الثقافة والعلم غادي نشارك معكم بعض المعلومات المشهورة والسطحية غير باش تكون عندك واحد الصورة أو خلفية في دماغك وصف. ولكن قبل ما نبداو في موضوع حلقتنا اليوم ما تنسونيش أنكم تضغطوا على زر الإعجاب إذا راقكم هذا الفيديو وتفعلوا جرس التنبيهات باش تكون انت الأول اللي كتشوف الفيديو كيف كيتحط. وبطبيعة الحال دائما كنقرا التعليق ديالكم الجميلة والرائعة بحالكم. المهم حلقة اليوم على كتاب العزيف أو لمخطوطة العزيف للكاتب اليمني عبد الله حضرد. عبد الله الحضرد أو للمجنون العربي أو للرجل العربي المجنون، فهو شخصية عربية وشاعر وساحر يمني اللي تولد في مدينة صنعاء سنة 685 ومات سنة 735 من بعد الميلاد. الحضرد كان عايش في عصر الخلافة الأموية ويقال بأنه الاسم ديالو الحقيقي عبد الله بن ظهر الدين، ولكن تحرف الاسم ديالو لعبد الله الحضرد، ولكن حتى حد ما كيعرف شنو هو لقب هذا الحضرد. كاين شي كلام اللي تيقول بلي انه راجع هاد السميه نسبه لواحد المدينه في اليمن اللي سميتها حضرموت. المهم هذا الشخص كان من عائله مرموقه ونبيله، زعما دوك الطبقه اللي هما كلاس، وماشي اي واحد كان يقدر يوصل ليه. الحضرد كان هو الوحيد عند والديه. المهم مع الوقت كبر ولا شاعر اليمن الاول في ذيك الوقت، ولما وصل في سن الثلاثينات بدات كتبان فيه علامات الجنون وبغى يدخل في عالم السحر، حتى ولاو كيلقبوه بالعربي المجنون بسبب الافكار ديالو اللي كانت غريبه. هذا الشخص يقولوا عليه بلي انه غير عادي، كان شاعر فصيح وكان ذكي جدا، ولكن الناس اللي دايرين به تيقولوا عليه الشاعر المجنون، حيتاش كان تيعاود لعباد الله انذاك في وقته قصص مجنونين، وهذا الشيء بسبب الافكار اللي كانت عنده غريبه. الحضرد كان تيصحاب ليه بلي انه يقدر يتواصل مع المخلوقات الاولى اللي كانت عايشة على كوكب الأرض قبل ما يبان الإنسان، وكان تيأمن بهذه الفكرة بطريقة جنونية غير عادية. وفاش نقول لكم مخلوقات راه ماشي ديناصورات ولا غيرها، ولكن مخلوقات شيطانية والجن والعياذ بالله وكل ما يتعلق بالعالم السفلي. هاد الشاعر اليمني كان تيحاول أنه يتواصل مع هاد المخلوقات باش يعرف كيفاش كانت الأرض قبل ظهور الإنسان وتاريخ الحضارات اللي داز وكانت مزدهرة ومتقدمة، ولكن فرمشة عين غبرات بشي أحداث
أو لفواجه. الحضرات كانت يعتقد بلي هذا الأمر هو جزء من التاريخ اللي مفقود، ولكن هاد الحضارات غادي يرجعوا شي نهار باش ينتقموا من البشر أو من البشرية ويرجعوا يحكموا الأرض مرة واحدة أخرى. هاد الحضرات بسبب هاد الأفكار اللي عنده ولا إنسان منبوذ وسط الناس، وهذا الشيء اللي غادي يخليه باش أنه يقرر يخرج من اليمن ويمشي للرحلة اللي فيها غادي يدور العالم كله فقط باش يقلب على هذه المخلوقات ويدوي معاها، واللي هو بوحده كيعتقد باللي أنهم كانوا تسكنوا في الأرض قبل البشر. الحضرات غادي يمشي لمصر، بابل، الصين، الهند، وزيد وزيد وزيد. وفي أثناء التنقل ديالو ما كانش تيطول في كل بلاد، حيتاش غادي يمشي للصحراء الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية، واللي المساحة ديالها كبيرة بزاف، واللي كتضمر بعض ديال الدول السعودية واليمن والإمارات وعمان، واللي غادي يبقى فيها 10 سنين وهو كيدور فيها غير بوحده وما كانش تيتلف. تقدروا تسألوا علاش الصحراء؟ ببساطة حيتاش كان تيآمن باللي هي من الأماكن الأكثر غموضة اللي كيكون مستقر فيها الجن والوحوش والشياطين. هادشي كله الهدف واحد، باش أنه يتواصل مع دوك المخلوقات الغريبة واللي هو بوحده تيآمن بها. فمن بعد 10 سنين الحضرات غادي يرجع لبلاد ديالو وجايب معاه كنز، جايب معاه أخطر كتاب في العالم واللي هو كاتبه، واللي هو كتاب العزيف اللي هو ألفه، واللي كان مستوحي من ديك السنوات اللي دوز بوحده في الصحراء واللي فيها تقابل مع الجن والشياطين والكائنات القديمة، واللي منهم غادي يتعلم السحر وأسرار وخفايا الموتى. كذلك تكلم في الكتاب ديالو على الكائنات اللي عاشت على الأرض، وتكلم بتفاصيل مدهشة وغريبة حول بداية الخلقة ديالهم وكيفاش نشأوا من مواد عضوية وأسرار كثيرة غامضة إلى ما غير ذلك. الحضرات غادي يعطي في الكتاب ديالو العزيف وصف دقيق ديال هاد المخلوقات اللي تلقى بهم ورسمهم، واللي تيقول بلي أنها لا تزال بيننا الآن. هذا الكتاب ديال العزيف عامر بتلاصيم ولغات مفهومينش، واللي هم لغات الجن والمخلوقات اللي هو تلاقى بهم وقدر يتواصل معهم في الرحلة ديالو للصحراء. كتاب العزيف بوصفات سحرية اللي كتقول شي أسرار ديال الماضي باستحضار الأرواح، وفي كاع الأسرار ديال الموتى والمخلوقات اللي عاشت قبل الجن والإنس، وفي أسرار السحر اللي كتجلب الجن وكتسخرهم الأمور معينة إلى ما غير ذلك. وأكيد إذا قلنا كتسخرهم فكتسخرهم الأمور خايبين. أيضا ذكر في الكتاب ديالو بلي بعض هذه المخلوقات كانت كتواصل مع البشر وكتتعاون معهم باش أنها تنشر الدمار والخراب في الأرض عن طريق أنهم يتزوجوا بالبشر. الحضرات قال في الكتاب ديالو بلي أنه تعلم حتى اللغة ديال المخلوقات الغريبة، وقال بلي أنه دار تقريبا العالم كله، حتى أنه زار مدينة بابل اللي فيها تعرف على ناس والصحراء، وغادي يتلقى منهم بشر من أحجام غريبة اللي كانوا عايشين في شي بيوت مهجورة. بدأ الحضرات كينتقل للمدن اللي فيها حضارات تاريخية بحال مصر، وباللي كان فيها صحراء، وتيقول بلي أنه أيضا لقى مدينة إرم ومدينة قوم عاد اللي ذكرها الله وقال عليها إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هاد المدينة اللي مولانا خباها لحكمة إلهية، ولكن الحضرات تيقول بلي أنه لقاها، ولقى حدها مدينة اللي ما عندها حتى تسمية، والسكان ديالها كيشبهوا الزواحف وبزاف ديال التفاصيل، ولكن حتى ما قدر يصدق الحضرات حيتاج كانت يعبد الآلهات. كتابه العزيف اللي كيتعرف بالنيكرونوميكون، هذا الكتاب اللي كيجمع كاع التلاصيم واللغات اللي ما مفهوماش، حيتاش المضمون ديالو كيرجع الجن والشياطين، ومكتوب باللغات اللي هما معروفة عندهم واللي كيدويو هما بها مع بعضهم. والمعنى ديال هذا الكتاب عنده زوج ديال المعاني اللي هما مختلفين. المعنى الأول ديال العزيف هو معنى في اللغة العربية صوت ديال الحشرات اللي كتبان غير بالليل، حيتاش العرب قديما كانوا تيصحاب لهم هذاك الصوت اللي كان كيتسمع في آخر الليل بلي أصوات الجن والشياطين. أما المعنى ديال النيكرونوميكون هو راجع للغة الإغريقية على صورة القانون الموتى. قال الحضرات في الكتاب ديالو بلي أنه كاين واحد البوابة بين العالم ديالنا والعالم ديالهم، وبلي كاينين شي اوقات معينه اللي يمكن تدخل من هاد البوابه وحتى هما باش يجيو لعندنا. ومن الاشياء الغريبه اللي ذكرها الحضره بلي الجن تزوجوا مع البشر وولدوا معاهم عدد كبير من الشياطين اللي نشروا الفساد في الارض ودمروها
قبل ما يجي الطوفان ويطهر الأرض. تخيلوا معايا، هذا الكتاب مصنوع من جلد الموتى، والعدد ديال الصفحات ديالو كتوصل أكثر من 900 صفحة، واللي معظمها كتضمن السحر الأسود اللي كيجي من نطق الموتى، واللي هي طريقة كانت قديمة كدار باش يتواصلوا معاهم ويجبدوا منهم أسرار من غير أمور بشعة واحدة أخرى. تخيلوا من بعد ما عرفوا الشياطين والجن باللي هاد الحضرد نشر الأسرار ديالهم ما بين الناس، فهم تقلقوا من هذا التصرف اللي دار، وغادي يصيفطوا ليه واحد المخلوق اللي هو خريب اللي غادي يهجم عليه وسط الناس، وغادي يقطع كل الأجزاء من الجسم ديالو القطع صغيرة، وغادي ياخد ديك الجثة مع دوك القطع الاخرين وغادي يخبر. من بعد غادي يترجم الكتاب ديالو لأكثر من لغة بسبب الشهرة ديالو، واللي كان متوقع باش انه الكتاب اللي غادي يتشهر، ولكن ماشي هو. غادي يترجم هذا الكتاب في الدول الإغريقية، ولكن الملك الأول ديال الإغريق غادي يحرق هذا الكتاب في 1050، وغادي يحاول أكثر من واحد باش أنه يطبق داكشي اللي فيه ويستخدمه في أمور واحدة أخرين، ولكن كان شي واحد اللي قدر أنه ينسخ هذا الكتاب قبل ما يتحرق، وغادي يترجم اللغة العبرية ونشرها باسم بوابة المعرفة، وأيضا من بعد غادي يترجم باللغة اللاتينية. المهم تفاصيل واحدة أخرين قالوا بلي أنه مكتبة الفاتيكان محتفظة بنسخة واحدة منهم، وحرقت كاع النسخ، وكانوا مزيرين الناس، بمعنى أي واحد استعمل هذا الكتاب غادي يقتلوه ويحرقوه. فالنسخه الحاليه اللي كاينه في الفاتيكان مستحيل شي حد انه يشوفها الا بتصريح رسمي وسري ويكون من اعلى مستوى في الدوله. المهم هذا معناه بلي انه مستحيل شي حد من العامه يشوف هذا الكتاب، ولكن غادي يجي أليستر كرولي اللي هو اقذر السحره اللي دويت لكم عليه، وغادي نخلي لكم رابط الفيديو لتحت باش تشوفوا القصة ديالو اللي تاهي غريبة وعجيبة، وواحد الطقوس اللي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي غادي يقدر ياخذ هاد النسخة كيفاش الله أعلم، ويألف منها كتب واحد آخرين اللي هما خطيرين. وأخيرا هاد القصة عند الغرب كيعتبروها باللي أنها خيالية ومتأليف خيال الرعب الأمريكي نتاع واحد المخرج كرافت، وكيعتقدوا باللي انه هو اللي الف كتاب العزيف وشخصيه الحضره، وبلي هادشي ما كاينش. ولكن في الاخير هاد القصه كتبقى لغز، حتى حد ما يقدر يقول واش بصح او لا لا، ولكن في الاخير يقول الله عز وجل انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اعطانا طرق كثار باش اننا نتحصنوا من خلال ما انزل عليه. وهذه كانت ثقافة اليوم، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم. وفي الأخير قررت باش أنني في آخر كل فيديو نطرح عليكم سؤال كثقافة عامة، وتخليوا لي الجواب في التعليق. سؤال حلقتنا اليوم: كم كان عدد أبناء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بغيت كل واحد فيكم يجاوبني بالجواب اللي هو كيعرف، وما تحاولوش أنكم تمشوا تقلبوا في جوجل، حيت ماشي هذا هو الهدف. واللي ما تعرفش يكتب لي أنا ما تنعرفش. أنا كنتسنى الإجابات ديالكم باش نشوفها. خليتكم على خير ونتلقاو في مقاريب. سلام سلام.